لكن المشكلة دلوقتي انهم بيدخلوا في عقول البنات، وخصوصا موضوع النسوية ده، بيدخلوا في عقول البنات حاجات صعبة جدا. يعني تعالوا اقول لكم الدنيا، انتوا عارفين القصة بدأت منين؟ القصة بدأت من بعد الحرب العالمية الثانية، وعدد الرجال قليل، فالنساء هم اللي نزلوا يشتغلوا في المصانع، فبقت الفلوس ياخدها النساء اقل من النص من اللي بياخدوا الرجل. عملوا مظاهرات بقى، ده كان عندهم حق، ما انت ليه تبخسني حقي يعني. وكان ما ياخدوش اجازات، وما كانوش مش عارفه حتى الرضاعه الحمل، ما كانش الكلام ده، فما كانش فيه حقوق. فانت طالبه طلبوا بالحقوق دي، لكن الدنيا وسعت بقى، ابتدى بقى ايه، لا إيه انا ما خلفش من حقي، اقول لا انا ما خلفش، وانا اتجوزك ويبقى عقد الزواج فيه ان انا ما خلفش. ليه؟ لان انا عايزه كده، وحقوق ناس بنطالب بيها من مجموعه من النسويات، او انك انت المساواه بيني وما بينك، فانا اديك صداق، انت ليه تديني انت المهر؟ طب ما انا اديك مهر. حلو، جالي افرح معاك، عايز ادي له مهر. عايزه المساواه والنديه في كل شيء يا بنتي. هم تكوينهم مختلف، الجسدي هو مكلف بالمهام الصعبه، المهام اللي خاصه خارج البيت. والله والله، وده الاحسن. انا ما بقولكيش كده اقعدي عشان كده اقعدي في البيت، ولك انا سمير بتقول للحريم ارجع اقعدوا في بيوتهم ويبقوا زي الجواري. لا والله، في مكان يحفظ مكانتك كانثى وتادي رسالتك فيه كانثى مسلمه وكزوجه مسلمه وكفتاه مسلمه، صح بما قال الله ورسوله، ولا يتناقض مع شروط الخروج او الكلام او الاختلاط، توكلي على الله. لكن انك انت تفقدي انوثتك وتفقدي حالك بسبيل اصل المساواه، مساواه ايه ونديت؟ احنا مش عايزين مساواه، احنا عايزين يشيل شيلته وتشيلي شيله غيرك ليه؟ وتتكلفي بامر ربنا ما كلفكيش بيه شرعا ليه؟ ولا تسالي عنه. كان في اخت بتحكي، كان مظاهره في امريكا وبتاعت مراسله CNN واقفه، ومظاهره بتطالب بحقوق النسوات، وهم بيعرضوا انهم كانوا عايزين الست تبقى امام في مسجد، وراحت تصلي امام في كنيسه، المساجد رفض طبعا ان تبقى الست امام بالرجال، يعني عن ايه الفرح ده؟ ما ده نديه برضه. فبتقول لها انتوا عاملين مظاهره عليها ليه؟ طيب جايه بتطالب بحقوقكم. قالت لها حقوق ايه؟ حقوق ايه؟ انا واحده دكتوره، جوزي جاي موصلني، هو اللي مكلف بيا وباكلي وشربي وبلبسي وبحالي، لو هدافع لو مرتبه لما بياخدش. قالت لها لا، لو انا اديته بعن طيب خاطر ياخد خلاف كده؟ لا. قالت لها لو كان صح الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، اللي يبقى دينكم ده هو الصح، وان الدين ده هينتصر ان اجلا ام عاجلا، وهياخذ هو ده الصح، هو ده فعلا. لكن ان اجي اطلع واسب دين واسب اسلام ورسول الاسلام، واطلع بكلام ما انزل الله به من سلطان عشان تشيلي شيله مش شيلتك، ده عقل؟ يعني في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى ان البنات صراحه يسمعوا الحلقه دي وبعين العقل، وما يسمعوش كلام اللي بيكرهوهم سواء في الرجال او في الدين. مش كل الرجاله وحشه، انت بس اللي اختاري صح. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.